يعني اكيد طبعا فرص خارج مصر، فهل القوانين بتختلف؟ يعني هل احنا عدلنا قوانين على مصر؟ لا 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 طبعا هي قوانين واحدة، لأن طبعا حضرتك عارفة إن مصر طبعا بتشارك في البطولات الدولية والبطولات الأولمبية، فطبعا لازم تكون نفس القوانين بحيث إن الولاد هنا يبقوا عارفين نفس القوانين، بحيث إنهم يجي يلعبوا هناك تبقى نفس القوانين بتاعة اللعبة. تمام. الشباب يمكن زي ما كنا بنتكلم الدراسة والرياضة. طبعا انتوا لسه ما دخلتوش الجامعة مش كده؟ انا دخلت الجامعة. لما دخلت الجامعة الموضوع فرق عن المدرسة حسيت براحة شوية، في الرياضة حسيت ان الوقت فيه براح حسيت ان في اكتر. وقت. تمام. ان في المدرسة انا ممكن اكون بروح ميعاد معين وبرجع في نفس الميعاد، برجع في ميعاد معين. في الجامعة لا. هل النشاط ده بمارسته يعني مثلا او انضميت لحاجه تبع الجامعه ولا بس في النادي بتاعك؟ لا ما انضمتش حاجة في الجامعة، لا ما انضمتش لحاجه في الجامعه. انها مش طيب. منتشرة وما فيش حد في الجامعة عنده سلاح بيتمرن سلاح. نادر نادر جدا السلاح. تمام. طيب إيه يعني الجامعه او الجامعات بشكل عام بيكون ليها نشاطات في مجالات مختلفه جدا ومنها الرياضه. طبعا بيكون في الفنون، المسرح، الحاجات اللي هي التطوعيه، حاجات كتيره جدا الشباب بيقدروا ان هم يعملوها داخل الحرم الجامعي، منها الرياضه زي ما قلت لكم. وطبعا احنا معانا تقرير عن النشاطات اللي بتقام في الحرم الجامعي. كاميرا برنامج البدايه نزلت ورصدت هذا الموضوع، خلينا نشوفه ونرجع لكم مره ثانيه.